فقد قررنا نحن القضاة المنشقون عن النظام تأسيس مجلس القضاء السوري الحر، والذي يضم القضاة المنشقون عن النظام والقضاة الأحرار وفق درجتهم وأقدميتهم. ويهدف المجلس إلى ما يلي: أولاً، العمل مع القوى الثورية والقيادة المشتركة للمجالس العسكرية الثورية في الداخل لتشكيل لجان مهمتها تأمين المحاكم في المناطق المحررة وكافة محتوياتها حفاظا على حقوق المواطنين. ثالثا، تعزيز دور السلطة القضائية في بناء دولة القانون والمؤسسات بالتعاون مع كافة القوى الثورية في الداخل. رابعا، تنظيم المرحلة الانتقالية وإعداد مشروعات الدستور والقوانين ووضع البنية القانونية لمرحلة ما بعد الأسد.